الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحج أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلقيس البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بقية الأبواب الواردة في كتاب اللقاء، الكتاب 81، باب من هم بحسنة أو بسيئة. والهم هو فعل في القلب، القلب محل الخواطر وحديث النفس، والهم والعزم، ثم الجوارح محل الفعل. يبقى العمل الذي يخرج منك في الخارج لابد أن يمر بمراحل في القلب قبل ظهوره في الخارج. يبدأ حديث نفس، نصلي ولا ما نصليش، بينك وبين نفسك، وبعد كده ترجح أحدهما. لما ترجع أحدهما إيه نسميها إيه؟ قبل حديث النفس حتى الهاجس، الهاجس ده أضعف من حديث النفس. حاجة من بعيد كده بتقول لك صلي من بعيد، لكن ما بتناقشهاش ومنشغل في حياتك، يبقى هاجس، حاجة من بعيد. خاطر بيقول لك توب واصلح حالك بقى، وبلاش بلاش الايه المشي العوج اللي انت ماشي فيه ده، حاجه من بعيد، لكن لسه ما بتناقشهاش مع نفسك. لما تقوى شويه تبقى حديث نفس. دلوقتي بقى ولا ناجل شويه؟ تقعد ايه تناقش نفسك. لما تناقش نفسك ترجح احد ايه؟ احد الفعلين، ان انت تكف او لا تكف. فلما ترجح يبقى بقى ايه هم. لما تبتدي بقى خلاص خدت قرار العمل تسمى عزم، فإذا ظهر العمل بقت إيه؟ بقت نية جازمة. يبقى النية الجازمة مصاحبة لظهور العمل. النية الجازمة مصاحبة لظهور العمل، يبقى الهم هنا ما هو أقل من القصد وهو العزم. يعني المرحلة اللي قبل العزم والقصد ده اسمه الهم. طب افرض ان انا هميت بقى، يعني رجحت ان انا اعمل الحسنه ولسه ما عملتهاش ولا عزمت عليها، ولا ده مجرد بس ايه رجحت جانب ان انا احسن، مش جانب ان انا اسيء، رجحت بس ان انا عايز ابقى انسان محسن، يوم ربنا يديك عليها ثواب. شوف انت لسه فيه، لكن بلا تضعيف، بلا تضعيف هيديك ثواب حسنه واحده. لكن لو ظهرت بقى وبقت نية جازمة وبقى عملتها، تبدأ التضعيف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. في السيئة بقى لما تهم السيئة، يعني خلاص أنا قررت أبقى إنسان سيء، يعني رجحت ذلك، لكن لسه ما قررتش، رجحت ربنا ما يكتبش، لكن عزمت أبقى سيء، بس منعني مانع أتكتب سيء. طب عملتها بالفعل برضه تتكتب سيء. شفت بقى؟ من رحمة الله، لكن ما تتكتبش ايه؟ سيئة مضاعفة، إلا في الحرمين أو في الحرم المكي. بعض العلماء عند الشافعية قاس علي على الحرم المكي الحرم النبوي، لأن ربنا بيقول في الحرم النبوي المكي إيه؟ ومن يرد فيه بإلحاد، والإرادة هي ما كان بين العزم والقصد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فالإرادة حاجة بين الهم والقصد، حاجة كده برزخ بينهم، فاهم؟ ومن يرد فيه بإلحاد يعني إيه؟ يعني بمعصية، نذقه من عذاب أليم، دليل إن ربنا يؤاخذ، لكن دل على أن في غيره لا يؤاخذ إلا بالعزم المحقق، العزم المحقق أو الفعل. فهم بقى ازاي؟ فهو هنا بيكلمك الاحاديث الوارده في ذلك لبيان كرم الله للعبد ولطفه به.
ده احيانا كمان لما يجي الانسان يعمل السيئه ويجي يكتبها ملك السيئات، ملك الحسنات يقول له انتظر شويه يمكن يستغفر، يديله فرصه. شوف قد ايه، يعني مش يكتبها على طول، لكن الحسنه تيجي تعملها اكتبها على طول. تيجي السيئه يتراخى في كتابتها لعلك تستغفر، لعلك تتوب، لعلك تندم. شوف قد ايه بقى رحمه ربنا بالعبد. يعني لو انت بتحاسب نفسك هتهلك نفسك، لو انت بتحاسب نفسك هتهلك نفسك، هتبقى قاسي على نفسك اكتر من رحمه ربك دي. شوف قد ايه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن الحجاج، ده شيخ الإمام البخاري، ساعات يقول عليه المنقري، مشهور بالمنقري اللي هو إيه. حدثنا أبو معمر، ساعات يقول لك المنقري. قال حدثنا عبد الوارث، هو عبد الوارث بن سعيد. قال حدثنا جعد، هو جعد بن دينار شيخ الإمام. قال حدثنا جعد أبو عثمان الرازي، وده تابعي من صغار التابعين. يبقى الجعد ده، جعد ده تابعي من صغار التابعين، كنيته أبو عثمان. قال حدثنا أبو رجاء اللي هو عثمان بن إيه تميم العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه من صغار التابعين يروي عن تابعي والتابعي عن صحابي، لأنه من صغار التابعين يعني أدرك الصحابة وهو صغير فلم يستطع أن يروي عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، يعني حديث قدسي. والحديث القدسي يختلف عن القرآن في إيه؟ يتفق مع القرآن أنه وحي كالقرآن، ولكن القرآن وحي باللفظ والمعنى، والحديث القدسي وحي بالمعنى ويدرك اللفظ لأنه يصيغه هو النبي بعبارة. فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني كأن ده مما تلقاه الله بغير وصفة الوحي. يعني الحديث القدسي ده ربنا يوقع معناه في قلب النبي مباشرة بغير وسيلة وحي، والنبي يعبر عنه باللفظ، فيبقى ده وحي بلا واسطة ايه؟ بلا واسطة ملك. بل احنا قايلين القلب محل الخاطر الإلهي، مش في خاطر ايه؟ ألوهي وخاطر ملكي، خاطر رباني وخاطر ملكي، مش كده برضه؟ في خاطر نفسي وخاطر شيطاني. الحديث القدسي من قبل الخواطر الربانية التي تأتي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيصيغ معناه هو بألفظه بغير واسطة ملك، بخلاف الخاطر الملكي اللي هو أحيانا يأتي الوحي برضه عن طريق الملك في قلبه، يقول لك نفس في روعي. يبقى النفس في روع النبي إما بخاطر ملكي أو بخاطر ربوبي إلهي بغير واسطة ملك. فالحديث القدسي غالبا يكون من هذا القبيل. فيما يروي عن ربه عز وجل. وبعض العلماء قالوا لا، حتى الحديث القدسي بواسطة برضو ايه؟ القاء الملك في قلب النبي. يعني اختلف العلماء في الحديث قولان، بعضهم رجح انه برضو بواسطة الملك والملك جاء من قبل الله، والبعض قال بغير واسطة ملك. يبقى فيه قولان للعلماء في المسألة. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، كتبها يعني قدرها في علمه، يبقى قدرها في علمه سبحانه وتعالى، يبقى كتبها يعني في كتابه المكنون وهو الذي فيه أقدار العباد. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أجمله بعد ذلك في إيه؟ في تصرفات العبد بقى.
لكن هي مجمله مكتوبه في قدر الله في العبد هيعمل حسنات ايه وهيعمل سيئات ايه معروف. ثم يبينها الله بعد ذلك حسب اختيارات العبد وحسب مشيئه العبد، فتظهر بعد ذلك على جوارحه. ثم بين ذلك: فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنه كامله، كامله يعني لا نقص فيها بس بلا تضعيف زي ما قلنا. فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. ومن هم بسيئه فلم يعملها، فلم يعملها خوفا من الله ولا فلم يعملها عجزا؟ فلم يعملها خوفا من الله عشان تكتب ايه؟ تكتب حسن. يعني لو هم بسيئه فلم يعملها خوفا من الله كتبت حسنه، لان المانع الخوف من الله. لكن لو المانع العجز ما يكتبوهالوش حاجه. شفت قد ايه من رحمه ربنا. يبقى من هم بسيئه فلم يعملها، يعني في مقدر هنا خوفا من الله، فلم يعملها خوفا من الله في مقدر. كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فنفهم من هنا انه لو هم ولم يعملها عجزا، عجزا لا تكتب عليه سيئة الا في الحرم المكي فقط، في غير الحرم واضح. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. على الإنسان بقى أنه هو يعتبر كل المعاصي من حيث الكف عنها كبائر. ليه؟ عشان ما يستصغرش معصية. يقول لك دي بسيطة، دي صغائر، ده بالاستغفار ربنا بيغفرها، ده بالوضوء ربنا يقوم ايه يستهون ويستهين بمحقرات الذنوب، ثم تجتمع عليك الجبال ايه تضيعها. لكن الانسان عليه ان هو ايه يحتار، كل الصغائر يتجنبها بقدر طاقته كما يتجنب ايه؟ كما يتجنب الكبائر، فلا يستهين بمعصيه ابدا ولو كانت في نظره ايه؟ محقره يعني صغيره. وعن ابي قال: حدثنا ابو الوليد اللي هو الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي اسمه ابو الوليد اللي هو بنيته، قال: حدثنا مهدي اللي هو مهدي بن ميمون الازدي، عن غيلان اللي هو ابن جرير، عن انس رضي الله عنه، سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه اللي هو خادم النبي، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله والإمام البخاري: يعني بذلك المهلكات. بيكلم التابعين سيدنا أنس، بيقول: أنتم بتعملوا أعمال أنتم تظنوها أنها دقيقة صغيرة، أدق من الشعر، لو عملناها أيام النبي كنا نعدها من المهلكات. دليل أن الوازع الديني والورع ضعف في عصر التابعين عن عصر الصحابة. فما بالك بقى كل ما يأتي عصر، كل ما يأتي عصر من بعده يظل الوازع الديني يضعف، لأن الأمانة إيه بتنزع من قلوب صدر الرجال، زي ما هنيجي نقرأ حديث حذيفة بن اليمان أن ربنا وضع الأمانة في قلوب الرجال. الأمانة اللي هي قبول التكليف والقيام به، التكاليف الشرعية، فتنزع بالتدريج كده بالتدريج لحد لا يبقى منها إلا آثار بس، آثار. فنسأل الله السلامة. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، يعني العبرة بالخواتيم. فلا يغرنك إيه إنسان في صلاحه العبرة بخاتمة عمله. ربما إنسان ينشغل حياته كلها في الأعمال الصالحة في الظاهر، ولكن لخبص في قلبه ربنا يظهر هذا في آخر أيامه
فيموت على حالة سيئة. زي عندك إبليس، إبليس كانت أعماله الظاهرة صالحة لدرجة إن كانت الملائكة بيسموه طاووس الملائكة، لكن ربنا يعلم إن في قلبه كبر لا يطلع عليه الملائكة، فأظهره الله له فطرد من رحمة الله، فنسأل الله السلام. يعني العبرة بالخواتيم، وعشان كده لا تيأس من عاصي ولا تعتقد سعادة إنسان في عمل صالح، لأن العبرة بالخواتيم. العاصي الوقتي ربما يتوب، والطائع الوقتي ربما ينقلب، فالعبرة بالخواتيم، فنسأل الله حسن الخواتيم. وعن أبي قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل من أعظم المسلمين غناء عنه. كان في غزوة خيبر، كان في واحد اسمه قزمان، كان شجاع شجاعة عجيبة لدرجة الصحابة، يعني شجعان الصحابة أعجبوا بشجاعته وقدرتي على القتال وإقدامي على القتال. كان اسمه قزمان. قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين. هنا أطلق أطلق على اليهود مشركين. شفت بقى؟ يبقى كلمة مشركين دي تعم حتى اليهود. ليه؟ لأنهم أشركوا بالله، قالوا عزير بن الله، وقالوا كلام كثير لا يليق بحق الله عز وجل، وأشركوا هواهم بالله، حتى أنهم كانوا يعبدون هواهم من دون الله، ويبدلون الكلمة عن مواضعه على وفق هواهم. نقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم. فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. الصحابة طبعاً معجبين به، إيه الهمة دي في القتال؟ فالنبي قال لهم اللي عايز يشوف واحد من أهل النار ينظر للرجل. فالصحابة ارتابوا في عملهم، بقى إحنا بنعمل أقل منه، وإذا لو منحك يبقى من أهل النار وما إحنا رحنا فين؟ خافوا على نفسهم. فواحد منهم قال أنا هتبعه وامشي وراه أشوفه ليه النبي قال عليه. وطبعا ده علم نبوي، ما ينفعش انت تتأسى بالنبي فيه، لان ده علم وحي، فما ينفعش انت كده في عمل من الاعمال تجد واحد كده متلبس بالطاعه ومهتمين، تقوم تقول للناس على فكره الراجل ده من اهل النار، اللي يقول كده نبي. علم نبوي، فهمت ازاي؟ وحي، مش علم كسبي، ده علم وهمي من الله كده. فتبعه رجل، أول ما سمع كده اتبعوا رجل مشي وراه عشان يشوف هو هينتهي ازاي. فلم يزل على ذلك حتى جرح، يعني الرجل قزمان ده جرح، فاستعجل الموت، استعجل يعني انتحر. فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. يعني لما كثرت عليه الجروح حط السيف واسندد عليه كده حتى خرج من ظهره ومات منتحرا. فوضعه بين ثدييه، اي يعني في حته يكون لحم يعني عشان يختار هنا عظم. فتحامل يعني اتكأ عليه حتى خرج يعني السيف من بين كتفيه، يعني قتل نفسه ومات منتحرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار. يعني أهل الأعمال الصالحة لا يركنوا إليه ويظلوا خائفين لأنه ممكن ينقلب، وأهل الأعمال السيئة لا ييأسوا من الله ولا من رحمته، يسارعون العلم العبرة بالخواتيم. يبقى هذا الاعتقاد يجعل الصالح لا يركن لعمله، والسيء لا ييأس من معصيته. فهم؟ وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
كأن إيه؟ كأن النبي بقى بيختمها لك بالخلاصة يعني. يبقى إنما العمل بالخواتيم يسموها تسجيل خلاصة الموضوع، يعني بيختصر لك اللي فاتك. وإنما الأعمال بخواتيمها. باب العزلة، راحة من خلاط السوء. العزلة إن الإنسان إيه؟ يكف نفسه من كثرة الاختلاط بالناس. بعضهم أحيانا يبقى عايش مع الناس لكن ما يختلطش معهم كتير، زي طريقتنا إحنا الشاذلية، نعيش مع الناس لكن نقلل الخلطة القلبية. تبقى مع الناس بجوارحك وقلبك مع الله، فأنت عزلتك لا تزول عنك. ده دي الطريقة الشاذلية، عشان كده قليل من أهل الشاذلية يخش يعتزل في الدبال زي ما كان بيعمل. في بعض الطرق تانية تاخد عزلة بالحقيقية بقى، يبتعد حتى عن الناس ويعيش في المغارات أو يغلق على نفسه باب. لكن الشاذلية قالوا إن العزلة بالصورة دي تمنعه من حضور الجماعات وتمنعه من حضور الجمعة، فيضيع عليه كثير من الأعمال. فالأولى أن تكون العزلة قلبية، ده دي المدرسة الشاذلية، عن أن تكون العزلة جسدية، لأن أنت بالجسد المفروض جوارحك متعبدة أنها تحضر في المساجد، وأنها تحضر تقيم الشعائر، وأنها تسعى لطلب الرزق، وأنها تحتك بالناس، لكن إيه؟ تقلل الخلطة إلا للضرورة. يعني مش كل شوية عايز تتعرف على الناس وتوسع دائرة معارفك، فلا تطلب شهرة ولا تطلب سعة دائرة المعارف، يكفيك بس ما حولك وخلاص. وبعدين كمان حتى ما حولك في هذه الدائرة الضيقة لا تسأل عما لا يخصك، يعني حتى ما تبقاش عارف داخليتهم. لأن في ناس يقعدوا معاك عايز تقول له حكايتك من أول ما اتولدت لحد دلوقتي، كأن إيه؟ التحقيق. لا، الإنسان الصالح لما يقعد مع إنسان ويعيش معاه، ممكن يعيش معاه سنوات ويجي يسألوه هو فلان ده متجوز اللي كان قاعد معاك بقاله سنة، يقول لك والله ما عارف، نسيت أسأل. إلى هذه الدرجة يعني ما يسألش عن أي حاجة إلا إذا هو تطوع وقال، لكن لو ما قالوش ما يسألش خالص. فيبقى في عزلة قلبية وفي عزلة إيه؟ جسدية. العزلة القلبية هي دي اللي سهلة وفي نفس الوقت صعبة. سهلة وصعبة يعني، لأن عايز أتعود تربية، عايز تربية إزاي تبقى مع الناس والناس كلها قاعدة تتكلم وأنت قلبك بيذكر ربك مش مشغول باللي بيقولوه. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه، اللي هو اسمه سعد بن مالك بن سنان، حدثه قال قيل يا رسول الله، وقال محمد بن يوسف اللي هو الفريابي راوي إيه صحيح البخاري، وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي، يعني كأن الفريابي راوي الصحيح بيروي عن الإمام البخاري وبيروي بإسناد خاص به. شفت بقى؟ لا ده الفريابي غير الفرابري، لا الفريابي ده شيخ الإمام البخاري. أنا جاب بالي الفرابري اللي هو إيه راوي، لا ده الفريابي ده شيخ الإمام البخاري. يبقى ده إسناد آخر. لأن الفرابري ده تلميذ البخاري، والفريابي والاثنين محمد، والفريابي شيخ البخاري. ده الفريابي. معلش قلة النوم ساعات تجعل الواحد يختلط في الأزمة. احنا هنملكه بعد كده في الدرس. قال قيل يا رسول الله، وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي، الإمام الفقيه الزاهد ده فين؟ بيروت. الإمام الأوزاعي مدفون في مسجد كبير في بيروت، اللي يروح بيروت يبقى يزوره ويقرأ لي الفتحة. ده الإمام الأوزاعي صاحب مذهب كبير، ولكنه ليس مدونا في كل فروعه، عشان كده لا يدرس. احنا ليه بندرس في الازهر الاربع مذاهب بس، مع ان الامام الاوزاعي له مذهب والثوري له مذهب وابن عيينه له مذهب؟ لان احنا بندرس في الازهر المذهب الذي دونت كل فروعه، انما المذاهب التي لم تدون كل فروعها بقت نقص. ما اقدرش اجيب اراءه مثلا في بعض المواضيع في المواريث، ولا في بعض المواضيع في الاحوال الشخصيه، ولا في بعض المواضيع المتعلقه بالعبادات والمعاملات، يا دوب انا عارف اقراء متناسبه. فده ما اعرفش ادرسه. فهمت بقى؟ لكن مذهب الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد بن حنبل، وكذلك الامام ابو حنيفه قبلهم، دونت كل فروعه ونسبتها لصاحب المذهب مثبته.
وبالتالي يدرس. يبقى المذاهب اللي بتدرس لابد ان تتوفر فيها دي، تدوين كل الفروع وايه وثبوت النسبه لصاحب المذهب. لكن الاوزاعي ما توفرتش ليها دي هذا الموضوع، وكذا الامام الليث بن سعد لم تتوفر لي هذه الشروط، وبالتالي لا يدرس مذهبه. قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري ومحمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس خير؟ قال اي الناس خير يعني يكون ايه من خيار الناس، وخيار الناس اكرمكم عند الله اتقاكم، كانه يقول اي الناس اتقى، يبقى خير هنا بمعنى التقوى، فالخيريه بمعنى التقوى. اي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله، ده اول نوع، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. في شعب من الشعاب يعني ايه؟ معتزل خالص وعامل له كده مزرعه وقاعد يزرع فيها وياكل، وعنده شويه شياه يحلبها ويشرب لبنها، ولا يروح حتى البقال يشتري حاجه ولا يحتك باي حد، قاعد كده لوحده. يبقى اعتزل. طب وهي كده علشان يكفي نفسه شر الناس ولا يكفي الناس شره؟ ما عارف، لو بيقول لك انا عايز اكفي شر الناس يبقى متكبر، يبقى دخل في العزله بكده، يبقى الناس شر وهو اللي خير، وربنا بيقول ولا تزكوا انفسكم. لكن شوف هنا النبي يقول ايه؟ يعتزل الناس شره، يعني هو بيعتبر ان هو كده بيكفي الناس شره، مش هو بيكفي نفسه من شر الناس، هو بيكفي نفسه من شر الناس يبقى هو احسن من الناس، والناس اهل شر، والناس دلوقتي يقول لك يا ناس يا شر كفايه ارض. دي كلمه لا تليق، واخد بالك، لانه اعتبر الناس كلهم شر، ويعتبر نفسه ان هو مجني عليه، ولو دورت تلاقيه هو الجاني المجني، فاهم؟ فناخد بالنا من الحكايه، اكتبها حتى على ظهر العربيه النقل، واخد بالك؟ ويدع الناس ايه؟ من شرهم ولا من شره؟ شوف دقة كلام النبي، يعني لابد أن تعتزل الناس بالتواضع وليس بتزكية النفس حتى تظن أنك فوق الناس فإيه فتبتعد، لا، أنت تبتعد علشان ما تجيبش سيرة الناس فتقوم إيه تأذيهم بلسانك، وعلشان كمان ما تتواضعش على مال الناس فتأخذ من مالهم ما لا يحق، فقد تأخذ من مالهم بسيف الحياء ما لا يحق. فهمت ازاي؟ فيعتزل الناس يكفيهم من شر. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر ومعمر بن راشد الصنعان عن الزهري عن عطاء او عبيد الله عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال يونس وابن مسافر ويحيى ابن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله. كل دي متابعات للمتن الواحد، متابعات عشان يقوي الخبر. وعنه في قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين شيخ الإمام دكين قال حدثنا الماجشون اللي هو عبد العزيز بن عبد الله، والماجشون اللي هو ايه؟ اللي هو احمر الوجه بس ايه بالفارسي. عن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد اللي هو الخدري انه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ياتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. واحنا بعد التلوث الغذائي ده والحيواني كل الاكل اللي بناكله مغشوش، وكل الاكل مغشوش، وكل الاكل اصبح يعني فيه مسرطنات، وياكله بعد ذلك النواشي فينزل في لحومهم والبانهم اشياء مضره بالانسان لانها متهرمنه ومضاف اليها اضافات، فاصبح الوقت كل الاطعمه اللي حواليك اصبحت ايه فيها ضرر للإنسان. فيأتي على الإنسان زمان يبقى خير ماله، يعني خير ما يطعمه
غنمه اللي بتاكل من الطبيعه بغير رش ولا حاجه، ويشرب لبنها كده وقاعد مستريح، ما عندوش اي تلوث غذائي ولا ايه، وعنده امن غذائي، لا تلوث غذائي ولا فقر غذائي، يعني عنده ما يكفيه ومش محتاج يجيب من الايه؟ من الاطعمه الملوثه والملوثه. فهمت بقى؟ ادي ايه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث يقول ان هياتي زمان ان الانسان هيبقى حتى اغذيته شر عليه، اللي هو بيشتريها بامواله. واحنا بنشوف دلوقتي التسمم الغذائي والفشل الكلوي والكبدي والسرطانات اللي بتاتي في الامعاء وفي الجهاز الهضمي كلها بسبب الملوثات الغذائيه ومكسبات الطعم والالوان والحاجات دي. حتى العصائر اللي انت بتوزعها كده على اصحابك في ايه؟ لما تكون بتناقش رساله الماجستير او بتتجوز او فرحان، العصائر دي كلها عباره عن مسطنات، يعني انت بتسطنهم وهم جايين يقولوا لك مبروك. واخد بالك؟ ليه بقى؟ لان عباره دور عليها مكوناتها ايه؟ سكر، يا ريت حاطين السكر العادي، حاطين سكرين، والسكرين ده مسطر، لان الحبايه منه كانها كيلو سكر. فهمت ازاي؟ فلما يجيب لك كيلو سكرين كانه جايب 100 كيلو سكر، فاوفر فيستعملها في المصانع اللي بتعمل العصائر والحلويات وهي مسطنه. وبعدين مش كده وبس، ويضيف لك كمان الوان عشان يدي لك اللون، ويضيف لك كمان مكسبات طعم عشان يبقى ده عصير برتقال وده عصير تفاح وده فراوله، وهي لا في فراوله ولا فيها تفاح، ده هي طعم بس، وطعم كيماوي مش طبيعي. وخلط ده كله بميه ملوثه، وضيف كمان مواد حافظه، وبعدين حطها في كرتونه، وبعدين بيعها وشربها للناس، سممهم وتسمم معاهم. فهمت بقى ازاي؟ ده احنا الحكايه اللي بنعملها كده، تبقى ايه؟ مسكين صايم طول النهار، تروح تجيب لك حته بتاعت علبه عصير زي دي، مش تفطر بيها، تتسمم بيها. فهمت ده؟ وده اللي حصل. ده انت لو تعرف الاكل اللي بتاكله وازاي ربنا معافيك في بدنك، تعرف ان ربنا دي كرامه. دي كرامه للمسلمين. يقول لك ما فيش كرامات، لا يا عم، ده كل المسلمين كرامه. ده قاعدين بياكلوا سموم بقالهم 20 سنه ولسه بيتحركوا، لو تحسبها بالطب كده تقول دول ماتوا من زمان، ازاي عايشين دول؟ من السموم اللي كلوه كل يوم قاعد بتستم منه في صوره اكل وشرب، فاهم؟ ربنا ينجينا. يبقى كلام النبي لما يقول كده ان يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يقتفي بها في شعاب الجبال، يقتفي اثر القتل، وتاكل من ايه؟ من الاكله المباح اللي طالع كده بغير رش وبغير اضافات، يوم يطلع منها لبن نقي ويبقى لحمها لحم نقي، يبقى ايه ساعتها؟ تاكل طعام صحيح يدي لك العافيه في بدنك. فاهم؟ عشان كده الناس دلوقتي بتاكل ووخمانه وتعبانه ونومها كتير وحاسه بالضعف، برغم انه بياكل، لكن كان زمان الناس تاكل اقل وحاسه بنشاط اكثر، لكن الاكل ما فيهوش هذه ايه؟ هذه المسممات والمسممات. يأتي على الناس زمان خير مال للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال، يعني رؤوس الجبال، ومواقع القصر لأماكن إيه؟ الرعية، يفر بدينه من الفتن. الفتن بقى التشويش، وإيه التشويش؟ ومناقشات الامور المتعلقه بعقائد المسلمين، ويدخل ايه؟ الزيغ في قلوب ضعاف الايمان، فكلها فتن. الانسان يبقى صابح كده يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم ومؤمن وجميل، يتفرج له على كم برنامج، يجيب لك كم مفكر اسلامي، يطلع في قلبه ايه؟ 100 شبه، بعد ما كان صاحي الصبح مبسوط والحمد لله ومؤمن وبيحب النبي وبيحب المسلمين وان الشرع الشريف ده اكمل شرع، يقوم ايه يتفرج على البرنامج يطلع ان الشرع الشريف ليس كاملا وان فيه نقص ولا يراعي مصالح العباد، وان النبي تزوج السيده عائشه وهي عندها 9 سنين وكده ما يصحش، وان مش عارف ايه علشان ايه، ويخش في قلبه حاجات غريبه الشكل بعد ما كان ايه. طب اهو ده لو كان ما عندوش تلفزيون ويتفرج على البرنامج مش كان احسن له؟ لو كان قاعد في حته ما فيهاش كهرباء عشان تنقل له هذه الاخبار، ولا فيها واي فاي ولا فيها يوتيوب ولا فيها مقاطع مش عارف من الفيسبوك، يبقى كده اوفر له قلبه بعيد عن الفتن ولا لا احسن له. فاهم؟ لكن دلوقتي الناس لا تستطيع ان تعيش بغير الواي فاي وبغير ايه؟ الكهرباء.
فربنا ينجينا يا سيدي، اللي هي اصلا الوسائل اللي اللي الشيطان بيدخل الفتن البيوت بيها من خلالها، فنسال الله السلامه. يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، القطر اللي هو المطر يعني، يفر بدينه من الفتن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا بفضله وكرمه وبحبنا لنبينا صلى الله عليه واله وسلم، يعصمنا نحن واحبابنا وسائر المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. باب رفع الامانه. والامانه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملناها واشفقن منها. فالامانه مظهرها الايمان، لان الايمان هو القيام بالتكليف، لان الله كتب علينا توحيده وطاعته، وده مقتضيات الايمان. وهذا مبني على ايه؟ على وجود الامانه في قلوب الناس، وهو ايه؟ اختيار، القدره على الاختيار التي عرضها الله على السماوات والارض فابين ان يحملناها. يعني قال اديكم مشيئه واختيار واراده حره، واعرض عليكم طاعتي، فان فعلتموها اعطيكم الثواب، وان لم تفعلوا اعاقبكم. السماوات والارض قالوا لا مش عايزين كده، احنا حلوين، لا عايزين ثواب ولا عقاب، سيبنا كده. قال الانسان لا، انا عندي عقد، انا موافق، الدين انا بقى، وانا اللي هختار وحوري لك سبحانه وتعالى. فقبلها الانسان ايه؟ والانسان ظلوم جهول، ظلم نفسه وايه؟ وجهل قدراته، لان هيدخل الهوى والشهوه ووساوس الشيطان تحول بينك ايها الانسان وبين القيام بحق الامانه، فعليك ان تحارب ذلك كله، فاعتبرت في اجتهاد ومجاهده. فهمت ازاي؟ فالامانه ايه؟ اول الامر وضعها الله، نزلت في جذور الايه؟ في جذر قلوب العباد كما قال الحديث النبوي، يعني في اصل القلوب، صارت القلوب ايه؟ يعني مؤصله على هذا الاختيار وعلى هذه العبوديه، بحيث انها لا تستطيع ان تخالفها. وعشان كده كانت الاجيال القديمه يغلب عليها الصلاح، ولما رفعت الامانه تاتي الاجيال التي يغلب عليها الفساد. باب رفع الامانه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال كيف اضاعتها يا رسول الله؟ يعني كان الاعرابي، لان ده في اختصار هنا السؤال الحديث بالتفصيل، ان جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فسال الاعرابي وكيف اضاعتها يا رسول الله؟ فهمت؟ يبقى الامام البخاري هنا مختصر الحديث. قال كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. يعني يتولى امور المسلمين من ليس اهلا بمراعاه مصالح العباد، بل يتولى امور المسلمين من يراعي مصلحته الشخصيه على مصالح العباد، وهذا نعيشه بان قرون. يبقى ممكن امارات الساعه تستمر قرون، تلاقي الناس اللي تتولى امور المسلمين بتتولاها من اجل مصلحتها الشخصيه ومصلحه ذريتها وارصدتها الخاصه بها، وبل في الاخر مصالح العباد دي اخر شيء يفكرون فيه. فنسال الله السلامه. يعني احنا عايشين في علامات القيامه، مش كده وبس، ومنذ قرون، لان ممكن علامه واحده من علامات القيامه تستغرق مسافه طويله من الدهر. وعن ابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه، والامانه اللي هي القيام بالتكاليف وهي ضد الخيانه، كويس، نزلت في جذر قلوب، في جذر وجذر ينفع الاثنين اللي هو اصل الشيء، في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القران، ثم جاءهم التكاليف يعني من القران، ثم علموا من السنه وجاءتهم التكاليف من السنه النبويه. ونقف عند هذا هو الاذان. طب نقف عند هذا الحد، نكمل غدا بعد العشاء ان شاء الله، لانه حديث فيه اضافه. فغدا نكمل ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.